ربي يفرحكم، ديروني بنتكم وعاونوني. حابة نبرة. هي كلمات صادقة وجهتها قبل أشهر هالة شربال إلى أبناء وطنها لانتشالها من الشلل النصفي الذي أصابها أشهرا فقط بعد زفها عروسا إلى بيتها الزوجية. نداء زعزع قلوب الملايين عبر قناة الشروق، فكانت النتيجة. الحمد لله الناس ربي بعثهم ليا وقفوا معايا ورجعت لي الحمد لله صحتي، ورحت درت العملية ونجحت العملية الحمد لله، ودعيت لهم كامل وإن شاء الله ربي يفرحهم، إن شاء الله داروني بنتهم عاونوني بارك الله فيهم. شكر قناة الشروق اللي دارت هذا الخير كبير. نشكر ما ننساش نشكر الأخ حميد تاع الجزائر، هذا ما نعرفوش حبوس نعرفه، قال لي ما تحوش تعرفني. الناس الخير الناس الجنة إن شاء الله، ربي يعطيه ما يتمنى إن شاء الله. نشكره بزاف بزاف، هو اللي زاد يعني هو اللي سلكني نصف العملية. عملية جراحية معقدة ورحلة علاج شاقة كللت بالنجاح وأعادت الفرحة والأمل إلى قلبها. لا إن شاء الله نرجع نقرأ نكمل الدراسة تاعي ونرجع نخدم، وإن شاء الله ربي يقدرني نرجع للجميل اللي وقفوا معايا والدي، وعلى قد ما نقدر نرد لهم ما نقدرش نرجع لهم الشيء اللي وقفوا معايا. الحياة مواقف، وحالة هالة أثبتت للمرة الألف شهامة ونخوة أبناء الوطن. هب هبة رجل واحد وعقد العزم أن تقف هالة مجدداً.